مساء الخير يا معلم. عفاني عليك، عرفت تسبك الموضوع على اقدحها الصايع. لا وايه، خبيت لك البضاعه جوه المحل وبقى صاحبك رايح جاي عليها وهو تايه عنها. يا خساره، كان راجل طيب. لكن اعمل ايه انا بقى، هو انا اصلي زي الفريق، ما احبش يكون لي في السوق شريك. انما هم حكموا عليه بقد ايه يا معلم خليل؟ اترقع سنتين، فلازم اروح له وازوره واقوم بالواجب. انما ايه رايك في محسوبك يا معلم؟ تصدق بالله انت اوسخ ناد اللي شافته عني. من بعض ما عندكم يا معلم. انما انت مش هتقلق بالمعلوم بقى ولا ايه؟ انا عندي كلمتي يا باكو بحاله، انا سحبته من البنك مخصوص علشانك النهارده. أول مرة في حياتي أمسك 1000 جنيه. تشكر يا معلم، إنما أني إمتى هستلم الشغل عندك؟ لحد كده يا حبيبي اربط الفرامل. مش فاهم يعني بصريح العبارة كده، أنت ما تلزمنيش. يعني إيه؟ هتخلى بيا؟ ده أنا عملت الملعوب ده عشان ما شغلك يزيد وصيتك يعلى. لا يا أخويا، أنا ما أحبش الخاينين. اللي يخون معلمه الاولاني يخون معلمه التاني والتالت والرابع وهلم مجره. دي اخرتها برضه يا معلم، تسوق بيها وبعدين ترميني في نص الطريق. دي البلد كلها ما فيهاش غير ورشتين، واحده اتشمعت على ايدي والتانيه بتاعتك. خدها مني نصيحه يا ابني وانفد بجلدك، اهل الحاج عبدون لو طلوك هيقطعوك حته حته ويرموك لكلاب السكه. انفد بجلدك اروح فين بس؟ ده انا ماليش غير البلد دي. سافر، روح على مصر. انت يا ابني اللي زيك جايز يقب ويطقطق هناك ويبقى من اصحاب الارانب اللي احنا بنسمع عنهم. ارانب ايه يا معلم اللي بتتكلم عنه؟ الملايين يا الملايين. قد ما يحبش الملايين ولا انت غاوي فقر؟ يلا اخويا زق عجلك من هنا لحد يشوفك معايا تشبهني. يلا كده ما كانش العشم يا معلم. الناس جرالها ايه بس؟ روح يا ابني روح، إلهي نجح مقصدك وتبقى من زباين المدعي الاشتراكي.